المحاضرة اللي أنزلها الأخيرة هي اعتمدوا هاي الأخيرة اللي أنزلها. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا ذيك المحاضرة حكينا على الكومبريشن ممبر، وحكينا على أنه شلون يصير الفشل بالممبر. قلنا أكو عندنا لوكال باكلينج، وأكو عندنا أوفرول باكلينج، بكل مقطع يصير بيه باكلينج أو يصير بيه تورشين فيفشل المقطع. وقلنا احنا نفحص كلوكال باكلينج. اللوكال باكلينج شلون نشيكه؟ من خلال الاليمنت، العناصر المكونه للمنبر، لان المنبر يتكون المنبر هسه عندي هسه هذا ك منبر عضو انضغاط، يتكون من مثلا فرضا اي سكشن يتكون من 3 اليمنت. فنشيك احنا بالفلانج هل يصير بيه باكلينج لو لا، ونشيك وين بالويب، واضح بالعناصر مالته، من خلالها نقدر نعرف انه يحصل بي باكلينج او لا. التشيك اللي قلنا عليه شلون نشيكه؟ نشيكه من خلال القيم مال بي اوفر تي، تمام ولا لا، عرض الفلانج الى سمك الفلانج. وقلنا عندنا نوعيتين من العناصر اذا تذكرون، قلنا عندنا نوع من العناصر اللي هو استفند وانستفند، اللي هو يعني مقوى وغير مقوى، تمام ولا لا؟ شنو الاستفند وانستفند؟ فرضا عندنا هاي اي سكشن، هذا الفلانج نعتبر انستفند. ليش؟ لان يعني اللي مشل بيه احنا من جهه واحده، تمام ولا لا؟ قلنا هذا من جهه واحده اللي هو حيكون ثابت، اللي يقدر سبورتد بالضبط من جهه واحده سبورتد، اللي هي جهه مثلا. فهذا الفلانج يصير انستفند منها فري، فهذا انستفند. شلون نقيسه؟ نقيسه البي اللي هي هاي النص الى تي، نقيسه ويا اكو محددات معينه نعرف انه هذا هل هو سلندر او نون سلندر، هل هو نحيف او غير نحيف. وقلنا اذا نحيف نطلع الكيو مال ريدكشن فاكتور، وعلى ما نطلع الاف كريتيكال. والويب هذا ومنه مزوم، واضح ولا لا؟ فهذا الويب نعتبره يسموه ستيفند، ستيفند واضح يعني مقوى، بينما الفلانج انستفند. فهذا ما دام ستيفند شلون نطلع قيمه مالته؟ نطلع قيمه الاتش اوفر تي دبليو اللي هو سمك الويب، واكو محددات من عندها نشوفها، اذا هذه اقل من محدد فهو نعتبره نون سلندر، واذا اكبر فنعتبره شنو سلندر يعني نحيف، فلازم نطلع الريدكشن فاكتور. وهذه هي تحدد لنا اذا كان نحيف معناته حيصير بيه بكلينج، فاذا يصير بكلينج لازم نقلل قيمه التحمل مال منبر على مود يصير بيه فايده، واضح ولا لا؟ هسه ناخذ المثال على ذلك امثله. اكو سؤال ولا هاي المحاضره السابقه شان اكو سؤال؟ هسه ناخذ مثال using the column critical using the column critical stress value in table 422 من minimal حد determine the LRFD design strength اللي هي هاي 5CPN و allowable strength design اللي هي PN over 5C. طبعا قلنا انه ال 5C هنا بال LRD قيمتها حضوها بالكومبريشن ممبر، الفايسي وقيمتها 0.9، والأوميجا سي اللي هو فاكتور اوف سيفتي هنا قيمتها 1.67 بالكومبريشن ممبر، هاي القيم مالتها. فهسه المطلوب ايجاد معناتها القوة العظمى بي التيميت هي هاي للكولوم هذا العمود بطريقة الـ LRFD وبطريقة الـ Allowable Strength Design ASD من التيبل هذا. هذا التيبل هو هذا المانيوال هذا اللي شاب بارت 4 يسموه، هذا خاص بالكومبريشن ممبر، خاص هذا واضح بالكومبريشن ممبر. هسه ادز الكبير اليوم اصعد الكبير على المنصة، واضح ولا لا؟ زين
واضح دكتور. منطيني انه قيمة الاف واي هاي 50، الاف واي 50 هذا الفرع الاول. فرع بي اعدل نفس المسألة، استخدم التيبل 4-1. التيبل اي 4-1 هذا مخصص مال هو نوع السكشن اللي عندي. وبعدين الفرع سي من خلال حسابات يريد قيمة هاي القوة تحمل المقطع من خلال الحسابات، كالكوليت باي سي بي ان باستخدام الاكويجن، والبي ان على اوميجا سي يعني بطريقة ال ار اف دي وبطريقة الاي اس دي. منطين بالرسم هذا المقطع، المقطع منطين اياه قايل انه هذا دبليو 12 في 72، يعني مقطع هاي اي سكشن بالضبط، لان هاي ابعاد هاي قلنا القيم مالت هذا مقطع وايد فلانج وايد فلانج. وهاي البي الالتيميت هو اللي يريدها، هاي نفس البي التيميت اللي هي قيمتها شنو؟ البي التيميت قيمتها فاي سي بي ان بي نومينال، او هاي بطريقه ال ار دي، او بي ان على اوميجا سي اللي هاي بطريقه الاي اس دي. هذا المطلوب منها طول الكولوم العمود هذا معطيني 15 فوت. هسه من خلال هاي المعلومات مال المقطع نجي الى المانيوال بارت 1 نطلع كل تفاصيل المقطع. هاي الاريا مال المقطع هاي من المانيوال، الار اكس باتجاه الاكس باتجاه الواي، هذا شنو؟ هذا راديوس اوف جاريشن نصف قطر الدوران. طلعنا الدي عمق المقطع، البي فلانج سمك عرض المقطع، بي فلانج تي فلانج سمك التي، هذا تي فلانج سمك الفلانجة، وقيمة كي، وهاي تي دبليو هذا سمك الويب. واضح؟ هسه احنا قلنا نشيك ايش عندنا هذا المقطع، هذا عندنا اي سكشن، فعندنا جزئين، فعندنا هذا الفلانجة وعندنا الويب. شنو نشيك؟ هاي الفلانجة والويب. يجي هذا نعتبره هذا شنو؟ هذا الفلانجة، الفلانجة نعتبرها انستفنت، انستفنت. واضح؟ ليش؟ لانه نكلم من جهة ومن هنا فري، هاي انستفنت. زين شنو نشيك عليها؟ نشيك بي اوفر تي. بي اوفر تي جد قيمة البي، البي هي بي فلانج على 2 بالضبط، هاي 12 على 2، هاي بي فلانج على 2 على التي سمك الفلانجة سمك الويب، العفو سمك الفلنجة، سمك الفلنجة تي فلنج. نشيكها وهي هاي محدد، هذا حسب المحاضرة اللي طلعها الماضية. هذا التشيك ما كانت ذكرون لو لا، اللي نطلع قلنا هذا هاي محددات اللي هي اللامدا، نطلع هاي اللامدا ويا نشيك ويا اللامدا ار، هاي المحدد هذا لامدا ار. إذا كانت هذه أقل من هاي اللامدا ار فهو نون سلندر، أكبر سلندر. هذا المقطع شو نوعيته؟ نوعيته انستفنت. هسه ليش انستفنت؟ لأن نشلب من جهة واحدة، ممسوك من جهة واحدة. أوكي، فشيكنا طلعت عندي، طلعت هاي أقل، هاي البي أوفر تي أقل من هذا المحدد، إذا هذا المقطع هو انستفنت فلانج نون سلندر، نون سلندر. نجي هسه نشيك شنو الجهه الثانيه اللي هو البي، نجي هاي البي دكتور. ها نعم تفضلي دكتور، يعني هاي المعطيات اللي احنا ناخذها كلها من التيبل 422 اللي بعد ال 2 دبليو 12 72 يا تيبل يا 422، هاي معطياتها بعد ما طبينا على التيبل 422، يعني هاي اللي ناخذها من الجدول اللي اعطيتناه بالبدايه اول شيء جداول التيبلات نحدد من ضوها نوع المعدن. اسمعي اي استاذ، مو نوع المعدن، لا مو نوع المعدن، احنا قلنا منطيش بالسؤال هذا دبليو دبليو على الشيب، شيب مال شكل الكولوم من نوع التايب مالته، نوع مال الكولوم، شكل الكولوم هو عبارة عن دبليو 12 في 72، هاي بمحاضرة اللي قلناها اول محاضرة، فدبليو 12 في 72 هذا معناته وايد فلانج. تروحين للبارت 1 الجزء الاول اللي دزيت لكم اياه، صعدت لكم اياه على المنصة اللي دزيت لكم اياه من البداية، تروحين اكو عندنا
جداول، واحد بروبرتيز واحد دايمنشن، تروحين للابعاد مالته تطلعين هذا النوع، هذا النوع اللي دبليو 12 في 72، تطلعين هاي كل المعلومات هاي بالدائره الحمراء اللي هي المساحه الار اكس الدي العرض، هذه من التيبل الاول تيبل بارت 1، واضح ولا لا؟ من البروبرتيز ومن الدايمنشن. بعدين رحنا على بارت 4 ولا ابدا، هاي بارت 1 تعطيش معلومات المقطع بارت 1 هذا الجزء الاول. فطلعنا شيكنا انه هسه شيكنا الفلنج، الفلنج من شيكناها العرض الى السمك عرفنا انه هذا نون سلندر من خلال انه الفلنج قلنا تعتبر السفن. ليش؟ لانه مشلبه من جهه واحده. نروح على هسه الويب، نشيك الويب، هذا الويب، الويب مشلبه من جهتين من هنا ومن هنا، فهاي معناته الويب استفند. نروح على الويب شنو نشيك؟ العمق مالته الاتش الى السمك مالته. الاتش هذه عباره عن دي ناقص 2 كي، كي موجوده من ضمن المعلومات نطلعها على التي دبليو سمك الويب، طلعت هالقيمه وهاي محدد مالتها همينا احنا من طيب المحددات الموجوده عندكم. فمن شفتها اقل من هاي القيمه المحدده عرفنا انه هذا الويب ايضا نون سلندر، هو استفنت لمجله من جهتين. بس ما دام هاي القيمه اللامدا مالته اقل من هاي اللامدا المحدده فهو نون سلندر. نون سلندر يعني شنو؟ يعني ما يصير بي لوكال باكلينج، يعني معناته ما نحتاج اسوي ريدكشن فاكتور كيو لانه غير نحيف، نون سلندر، واضح ولا لا؟ هسه اروح اطلع قيمه الكي ال اوفر ار. الكي ايش قلنا؟ ايش قلنا الكي؟ اعطيناكم اياها بوقتها، قلنا الكي هي قيمه الافكتيف لينث، الطول الفعال. هذه الكي تعتمد حسب نوع السبورتد مال كولوم. الكولوم هنا ايش عندي منطيني اياها؟ شوف بالرسم منطيني اياها، منا بن ومنا فيكست. قلنا من يكون بن وفيكست قيمه الكي، اعطيناكم اياها الجدول الموجود 0.8 قيمته. 0.8 وقلنا كنا اذا سمبلي سبورتد من هنا من اوبن ذاك الكي قيمته واحد، وممكن اذا فيكس فيكس قيمته 0.65. المهم فلها قيم مختلفه حسب نوع السبورتد مال كولوم. فهذا بن فيكس قيمه الكي 0.8 وهذا موجوده تيبل 5.1 وموجود ضمن التيبل هذا. بلعنا الكي ال اوفر ار، شنو ايش ناخذ الار؟ ريديس اوف جنريشن، ناخذ الاقل، الاقل. شوف هسه الار اكس هاي قد 5.3 والار واي 3.04، ناخذ الاقل. بلعنا الكي ال اوفر ار. هسه من هاي الكي قيمتها شو نروح؟ من نصمم اكو عندنا بالبارت 4 جدول البارت 4 الجزء الاربعه عندنا قيم تعتمد حسب قيمة الـ KL over R نقدر نطلع قيمة القوة مال المقطع، واضح ولا لا؟ هسه شوف خلينا نسوي شير لهذا الجزء على مود اشوفكم اياها. شوفوا هاي تيبل، اي واضح دكتور. زين هسه راح اطلع تيبل 4/22. تيبل هذا افيلبل كريتيكال ستريس فور كومبريشن ممبر، واضح له لا؟ هاي اللي هو يسموه الاجهاد الحرج كريتيكال ستريس للاعضاء الانضغاط. جد عندنا قيمه الاف واي، الاف واي معطيني اياها بالسؤال جد 50، معطيني اياها بالسؤال الاف واي 50، اروح على الاف واي 50، واضح؟ الكي ال اوفر ار قد طلعناها احنا الكي ال اوفر ار، هسه طلعنا بالسؤال من خلال الحسابات مالتنا طلعت عندنا الكي ال اوفر ار اللي اخذنا 47 بوينت الار مينيمال 47 بوينت اي بس لا اسمع بس شو صوت 47.37. زين هسه هاي 47.37 وعندنا هذا، فاذا ناخذ
اخر كولوم اللي هو اف واي 50، نجي هذا العمود اللي اذا تشوفه هسه هذا اذا اشرح عليه هو الكي ال او ار، نجي على 47 47 اذا الثاني هذا هاي كونتيون يعني هالتابع له في الصفحه الاخرى اللي وراها نفس الجدول 422، نجي على 47 هذا 47.37 فناخذ هاياته، هاي الاف كريتيكال على الاوميجا، هذا بالتصميم منو، هذا بتصميم بطريقه الاي اس دي، وهذا بالفاي سي اف ار سي اللي هو ال ار اف دي، فناخذ هاي القيم بالضبط، هاي 47 ناخذ هاي القيمه وناخذ مال 48 ناخذ هاي مال قيمتين ونسوي بيهم انتربوليشن نطلع مال 47.37 كلينير خطي، واضح؟ ناخذ مال 47 ومال 48 نطلع بياناتهم القيمه اللي هي اللي اريدها، مال اقول عندما 47 هالقيمه، عندما 48 هالقيمه، اذا عند اذا اذا 47 مثلا قلت هنا كمعادله خطيه تطلع قيمه 47.37 قلت قيمتها، هاي مال من؟ مال اي اس دي، ونفس الشيء مال ال ار اف دي، من اقول من 47 عندي 38.3، من 48 38 اطلع بياناتهم مال 47.37 طلعت القيمه مالته. ارجع لل اسوي شيء للمحاضره، طلعت عندكم المحاضره تمام. هسه هاي المحاضره، فهاي باي ستريت لاين انتربوليشن من خلال انتربوليشن استكمال الخطي اطلع قيمه الفاي اف سي ار على ومال هذه، هاي مال طريقه ال ار اف دي قلنا، وهاي مال طريقه ال اي اس دي اطلعها، فطلعت عندي هاي القيمتين 38 هاي، واضح؟ زين اني اريد اطلع القوه اللي تسبب شنو؟ اللي يسبب الفشل، هذا اجهاد اللي يسبب الفشل يسموه اجهاد الحرج، فالقوه شو تسوي لنا؟ الاجهاد في اي جروس مساحه كليه، وهذا اجهاد الحرج اللي بطريقه ال ار اف دي اضربها بالمساحه الكليه، المساحه الكليه مين طلعت؟ من خلال هذا التيبل رقم واحد اللي نطلع من خلال نوع المقطع وايد فلانج طلعت الاريا، طلعته كله من الجداول، اضرب الاريا في الاجهاد اطلع هاي القوة اللي هي تسبب لنا القوة الحرجة الكريتيكال لود، يعني اعظم اللي هي نفسها هاي بي التيميت، يعني اللي المفروض اطلق اقل منها على مود اكون بالسير، هاي بطريقة الاي اف دي وبطريقة الاي اس دي همين هذا مطلعت هنا انا اضربها بالاريا واطلعها، هاي بي التيميت، واضح ولا لا؟ هاي بطريقة الجدول تيبل رقم 24، شلون اطلعها؟ من خلال هاي القيمه ومن خلال اللي يعطيني اف واي اللي يعطيني اياها بالسؤال، اف واي اللي يعطيني اياها بالسؤال اللي هو 50، هذا يعطيني دكتور تسمح لي؟ تفضل. هو راح نطلع من التيبل غير بالال بالاي اس دي نضربه في نقسم على 1.67 لو هو اصلا لا لا هو لا لا هو بالتيبل جاهز هو بالضبط بالتيبل جاهز، هذا هو منطق يا يعني. تمام تمام شو عليه مقسم يعني هو اصلا اسمه فاكتور يعني ده. بالتيبل اي بالضبط فاكتور بالضبط، هذا بالتيبل جاهز مضروب من مكتوب، هذا خلصنا بطريقه التيبل فهم. هسه يقول لي بالتيبل رقم 4-1 احسب لي اياها، عد المساله نفسها بس احسب لي اياها من تيبل رقم 4-1، هذا تيبل 4-1 شم روح على تيبل 4-1 من خلال شو اعتمد تيبل 4-1؟ انا نسوي له شير على مود تشوفوه وتعرفوه له. طيب هذا تيبل طبعا هو المانيوال مال 4-1 او من بارت 4 المانيوال بارت 4 جزء 4 كله خاص بالكومبرشن ممبر بالاعضاء الانضغاط، خاص بالكومبرشن ممبر اعضاء الانضغاط، بس خلينا نسوي له شير للتيبل 4-1 على مود تعرفون استخدامه شلون صار. تيبل 4 صار عندكم التيبل واضح مو ولا لا؟ نعم دكتور. نروح على تيبل 4-1
في الأربعة واحد شو يعتمد؟ يعتمد على شكل المنبر، الشكل مالته، الشيب. شوف التيبل 24 شو يعتمد؟ يعتمد على قيمة كي ال اوفر ار، واضح؟ تيبل 24 التيبل هذا 4 1 الى حد، يعني الى حد هو كل تيبلات الى تيبل 24 يمكن تعتمد على شكل المنبر. المنبر شنو شكله قدام؟ منطينا اياه وايد فلانج. وايد فلانج قد ايش؟ قد ابعاد الوايد فلانج منطينا اياه بالسؤال؟ اعطينا اياه دبليو جي ابعاده دبليو 12 في 72. فنروح على تيبل 4 1، ساعدكم تيبل 4 1 قدامكم. زين الافواج قيمتها الافواج 50، فاروح على الافواج 50. الوايد فلانج قد 12 في 72، هسه هذا وايد فلانج. شوف هسه قدامنا وايد فلانج 10، واضح لكم الصوره ولا لا؟ اروح على وايد فلانج قد يعني ادي 12 لازم. طلاب واضح الصورة ولا لا؟ واضح. هسه هذا الاف واي 50 والواي فلانج جل هذا عندي 12. انا قد طول المنبر عندي هذا واي فلانج 12، طول المنبر قد منطيني بالسؤال؟ طول المنبر 15 فوت، واضح؟ قد طول المنبر 15 فوت 15. ايش قد الكي قيمتها 0.8 في 15 ايش يصير؟ يصير 12 تمام ولا لا؟ فهاي اجي على شو عين هسه هذا اول عمود، انتبهوا لي. طول الفعال effective length كي ال هاي طلاب اسمعني، الافواج قد 50 صح ولا لا؟ اي وياي الدبليو 12 الشيب مالتنا صح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ نجي على وزن المنبر 12 منطينا دبليو 12 في 72، 70 72 هسه 12 خلصنا منها هسه 72، هذا الوزن مالته عين. هذا الويت لكل فوت، هذا الوزن لكل فوت منطينا 72 اخذنا هسه هذا الحقيقه. نجي هسه وين نروح؟ نروح على كي ال. الكي ال قد قيمته؟ الكي عندنا بوينت 12 ال 15 روح على 12، هذا 12 هذا 12 هسه اذا نسقط هذا نمشي هنا أنا. نمشي وين هذا الحقل اللي ابي انا هاي قيمتي اريدها، واضح ولا صار معلوم لو لا؟ هاي بطريقة اي اس دي يطلع عندي ايش قد هذا في كريتيكال الاف كريتيكال لجهاد الحرج 537، وهاي جد قيمته 807، هاي قيمتي بس. هذا العفو هاي يسموه البي التيميت، هاي راسا بس من ال جول من الجدول الجواب مالته راسا من الجدول، واضح عيده ولا لا؟ واضح دكتور. اجي على الاف واي، بعدين نوع المقطع، نوع المقطع دبليو، اجي على وزن المقطع، اجي على طول الفعال 12، اجي راسا اطلع هنا القوه ماكسيمم، هذا الماكسيمم لود، هذا اعلى شيء يسموه بي التيميت. هاي بطريقه الاي اس دي وطريقه الثانية. نرجع نسوي شيء للمحاضرة دكتور، بس هو رايد القوة غير نضربها في الاي جي لو بنضربها. لا لا هاي هناك اسمعني، بالتيبل 24 شوي انتبهوا لي، بالتيبل 24 طلعنا اجهاد الحرج ضربناه بالمساحة طلعنا القوة، بالتيبل 4-1 هاي راسا يعطيني قوة، راسا يعطيني قوة، واضح ولا لا؟ واضح دكتور. يعني بعد ما اضرب كل شيء قوة راسا يعطيني اياها. هسه طلعت عندكم محاضرة انتبه لي، شوف هاي راسا ايش طلع لي هذا، هاته بالتيبل 4-1
رأسا طاني قوة اعتمادا على قيمة الكي ال طاني قوة رأسا هذه بالتيبل 24 لا انطاني هذا اجهاد اف كريتيكال اف كريتيكال ضربتها بالاريا طلعت اف. هسه بالطريقة الثالثة اللي هي طريقة المعادلات الطريقة الثالثة يقول لي احسبها من خلال الاكويجن اللي مال اي اي اس سي سكشن اي 3 نجي من خلال المعادلات من خلال المعادلات نجي نحسب قيمة الاف اي الاف اف الاستيك يسموها تمام ولا لا اف الاستيك هاي قلنا الاستيك كريتيكال ستريس اجهاد الحرج المرن صح ولا لا قلنا المعادلة مالتها اللي هي اي 3 4 اللي هي باي تربيع اي كي ال اوفر ار الكي ال اوفر ار تربيع احنا طلعناه كي ال اوفر ار قبل شويه نفس الشيء اللي هو هاي 0.8 والطول مالتها على الار هو المينيمم radius of gyration وهاي تذكرون يمكن انتم واخذين العام تصميم الاعمده بالكونكريت يمكن معادله ايلر سموها تذكروها ولا لا خدتوها ولا ما الكولومات ما اخذناها يعني طفرناها المهم هي هاي بتصميم الكولومات مال الكونكريت نفس الشيء لو ماخذين تصميم الكولومات نفس الفكره مالتها المهم طلعنا هسه الاف اي هي اف الاستيك اذكركم المعادله مالت انا الاف اي هذا حساب الاف اي قلنا شلون تحسب تحسب المعادله 3 4 اعتمادا على شنو هذه المن للدبل سيمتريك ممبر للعضو اللي هو يكون متناظر من الاكس اكسس والواي اكسس متناظر من جهتين واكو سنجل سيمتريك بس هسه عندنا احنا شنو المقطع اللي عندنا بالسؤال مطيناه اي سكشن الاي سكشن هو شو يعتبر يعتبر متناظر من الجهتين منا متناظر ومنا متناظر صح ولا لا فدبل سيمتريك بي فما دام دبل سيمتريك بي نروح قيمه الاف الاستيك نحسبها من المعادله رقم 3 4 حسبنا الاف الاستيك هذا الاجهاد المرن الحرج واضح ولا لا بعدين حسبنا قيمه المحدد مالتنا اللي نشيكها قلنا الكي ال اوفر ار ويا ال 4.7 هاي الاي معامل المرونه اللي هي قيمه 29000 مال الحديد على الاف واي قلنا لما نطلع شلون نحسب الاف كريتيكال هذه اذا تتذكرون هسه ما ادري المحاضره السابقه يعني هواي البروسيجرات لازم تصفقوها البروسيجرات مالتكم طريقه حل مو اكثر من طريقه حل قلنا اذا كانت قيمه الكي ال اوفر ار اقل من هالقيمه فقيمه الالف كريتيكال هذه حسبنا كي ال اوفر ار حسبناها جد قيمه الكي 0.8 ال 15 الار راديوس اوف جاريشن حسبناها الاي والاف واي الكيو هنا جد قيمتها سؤال هنا كيو جد قيمتها ما حسبتها الكيو هنا قيمتها واحد ليش واحد هذا ريدكشن فاكتور معامل التقليل ريدكشن فاكتور ليش هنا واحد قيمته لانه الاليمنت العنصر الداعش طلع عليه عباره عن شنو هو هذا ستيفنز لا مو ستيفنز لا نون سيلندر هاي على السلندر لا 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 احنا الستيفن قلنا مشلب من جهه وجهه حر واللي يسموه استيفن والستيفن مشلب من جهتين بس هذه تعتمد على انه شيكنا قيمه البي اوفر تي شيكنا الاي الى تي دبليو شفناه سلندر ولا لا فما دام طلع عندنا هذا الاليمنت نون سلندر يعني مو نحيف فقيمه كيو واحد فهنا كيو واحد نشيك هذه ويا هذه اذا اقل فقيمه الاف كريتيكال ناخذ هاي المعادله يا الاف كريتيكال واضح هسه هاي الاف كريتيكال اللي هو اللي يسموه الاجهاد الحرج عباره عن 0.658 هنا اكو كيو كيو في اف واي على الاف اي الكيو قيمتها واحد قلنا الاف واي منطينها بالسؤال 50 الاف اي هي تحسبناها من هاي المعادله هاي الاف اي طلعنا قيمة الاف كريتيكال من عندنا الاف كريتيكال راسا اضرب الكريتيكال هذه بمن بالفواي على مود اطلعها مال ال ار اف دي
بعدين هذه اللي مفكتره اللي مضروبه بالفاي اضربها بالاريا اطلع قيمه القوه، هاي البي التيميت. وهاي الاف كريتيكال اقسمها على 1.67 اطلعها الاجهاد الحرج بالاي اس دي، واضربها بعدين بالاريا اطلع قيمه البي التيميت. هاي البي التيميت اضربها بالاريا. واضح طلاب ولا لا؟ اكو سؤال؟ اكو سؤال ولا لا؟ طلاب دكتور واضح. دكتور بس الجداول اللي اشرت لهن يعني نازلات من المحاضرات السابقه، ما شايفتهم انا سحب المحاضرات عندي غير جداول. بس الجزء أربعة بعد ما المدازي يكون يعني جزء أربعة كلها جداول دازية. اي هو قصدي اي يعني هذا اللي هسه شرحنا عليه مو موجودات مو استاذ منازلات بعدين 4 22 جزء أربعة بعد ما المدازي هسه عندي. مشكور دكتوري. هسه ناخذ مثال اخر اكزامبل 2. دكتور بزح عليك تفضل. دكتور بس على مود المانوال نجيب النسخه يعني كلها هو بي تقريبا 2000 صفحه لو نعتمد عليه بس جداول تنزل حضرتك. لا لا المانوال مو تطبعه كله بس على الجداول ما ثاني شيء، انتم لا تطبعوا هاي المانوالات لا تطبعوها لانه هذه الجداول بالامتحان تجيكم او نقول لكم فلان جدول فلان جدول تجيبوا ياكم بالامتحان. يعني هذه الجداول تدخل بالامتحان طبعا. ما دكتور بس هو هذا المنوال نقدر ناخذ حتى مال المحاضره القادمه ان شاء الله على نسوي مجموعه كامله عمود نعشرهن نخلينا علامات عليهن. هي طبعا انت لازم تعرف انه مثلا البارت 1 هي عباره عن مانيوالات مالتيش المانيوال بي مال الجداول الدايمنشن والبروبرتيز. البارت 4 هسه حكينا عليه عباره عن مال كومبريشن منبر اذا كان جاء تصميم. العفو استاذ العفو استاذ استاذ قصده احمد يكون بزنيان هسه كليتين حتى نقدر نحط عليها استركات. اوكي اوكي زين. اي والله كن ممنون دكتور شكرا جزيلا. ان شاء الله ان شاء الله. هسه عندنا هذا اكزامبل اخر. عندنا مقطع عباره عن مقطع اتش اس اس اللي هو شنو هذا؟ هولو سكشن ستراكشر يعني هاي المقاطع مجوفه ابعاده 16 في 16 في نصف. من يكون هذا الابعاد مالته بعدين ورقم هذا معناته طول بعرض بسمك. اذا اعطاك فرضا مقطع هيك اتش اس اس مثلا 16 فرضا في نصف بعدين هذا تعرف تعتبر ان هذا سيركل حتى اذا ما قال لك دائري تعرف دائري يعني هذا الدي القطر وهذا السمك اذا بس قيمتين. المهم هاي فعندنا هسه هذا المقطع اللي هو مربع وهذا هولو ستراكشن هولو ستراكشر سكشن الاف واي معطينا اياه مالته استخدم يوز طوله 18 فوت لونج كولوم وذ شوف هاي ساي مهمه هاي وذ سمبل اند سبورتد يعني المقطع هذا الكولوم عباره عن بن هنا ومن هنا اللي يقول سمبل اند مو سمبل معناتها شنو اطلع قيمه الكي الكي لما نهايتها سمبل سبورتد قيمتها واحد الكي واضح هاي الغرض من عندها قيمه الكي واضح طلاب. حدد قيمه الفاي سي بي ان اللي هي يعني بي التيميت اعلى قوه وبي التيميت بطريقه ال ار اف دي هاي قلنا هاي لازم تكون معروفه من يقول لك هيجي هاي قيمه ال ار بي وهاي الثانيه بالاي اس دي وذ ابروبريت اي اي اس سي اي اكويجن يعني هاي حلها بطريقه المعادلات المناسبه بالمانيوال مال المانيوال هذا معادلات ابروبريت اكويجن. اسمح لي سؤال تفضل. ليش قبل شوي العدين نفس الشيء ليش الكيس اخذ 0.8 هم كان كوبين وفيكس بال يعني الكولوم بالمثال القبلي اي اخذنا الكي 0.8 مو واحد لانه من النهايه اكو بين هسه هنا همينا نفس الحاله. لا لا مو نفس الحاله انتبهي هذه ايش عندي؟ عندي هنا بين وهنا بين اثنين جهتين بين استاذ جوا فيكس هناك هنا قلنا واحد هذا واحد
ذاك كان بالشعب من جوا فيكس ثابت ومن فوق بين 0.8 اللي هسه شفت اياه. زين دكتور من قلنا سمبل هذا فيكس وهذا بين، فقلنا يعني خلينا هسه بالسؤال من قلنا سمبل غير يعني معناته انه من جهه فيكس صاير. لا انت ماخذيه بالمفروض بالبيمز ماخذيه بالكونكريت. من يقول لي سمبل سبورتد بيم من هنا بين هيك يرسم كان، ومن هنا يسموه رولر صح ولا لا؟ اي رولر هذا سمبل سبورت، هذا سمبل سبورت ما بين فيكس. اما فيكس يصير هذا مثل كاتيبر بس انه فيكس، او فيكس هذا فيكس. لا شلون يصير؟ والله من يقول لي بين هاي بين، من هنا بين ومن هنا بين. فمن يكون يقول لي سمبل سبورت فمعناتها قيمة الكي واحد. بس إيه؟ يقول لي حدد قيمة القوة هاي بي ألتيميت قلنا بطريقة ال LRFD وهاي بطريقة ال ASD مع المعادلات المناسبة للمعادلات يعني مو بالتيبلات. بعدين يقول لي عيده حدده بالتيبل 4-4. شوف بهذا السؤال قال بيا تيبل انتبه لي كان تيبل مثلا 4-1. ليش؟ لأن الأربعة واحد مختص بهذا الشيب، واضح بالشكل مال وايد فلانج. هنا ايش قال لي بيا تيبل؟ هنا قال لي بالتيبل 4-4 لأن 4-4 مختص بالشكل مال هولو ستراكشر سكشن. كل تيبل كل رقم له شكل معين، واضح ولا لا؟ فهذا بهالتيبل. بينما التيبل انتبه لي 22 اللي هنا هم طلب عندي 22 هذا مختص بقيمة KL over R رأسا يطلعها مال للأشكال عموما. هسه أجي من يطلع رأسا الإجهاد الحرج. هسه أجي أحل السؤال المقطع مالتي هذا، من هذا المقطع عندي أروح على البارت أول الجزء الاول مال تيبلات بالمانيوال اطلع تفاصيل المقطع مالتي. اروح على المقطع اللي هو 16x16.5 اطلع الاريا مالته سمك الوول من هذا بالضبط هذا الشكل هذا الفولو لا تذكرون هذا وبطنه مربع مستطيل او مربع مربع هذا سمك الوول الار اكس والار واي نفسه. ليش؟ لانه هذا مربع بالضبط هو شغل مستطيل مربع شكله مربع بالضبط. الار اكس والار واي متساويات تصير باتجاهين بالاكس اكسس والواي اكسس. العفو هذا ايش استفاد منه؟ هذا معناته متناظر على لما نطلع الاف اي متناظر من دبل سيمتريك من جهتين الاكس اكسس والواي اكسس واضحه. فهم نستفاد من هاي. هسه اول شيء ايش نحسب؟ نحسب قيمه البي اوفر تي. بي اوفر تي البي ايش عندنا هنا؟ هذا مشلب من يا جهه ويا جهه. شوف هذا البي، هذا البي عرض البي من هنا لهنا مشلب مين؟ مشلب من هنا ومشلب من هنا. ايش يعتبر هذا المقطع؟ يعتبر ستيفند لو ان ستيفند يعتبر ستيفند مقوى. ليش؟ هي مشلب من جهتين، هذا الضلع مشلب من جهتين. فنطلع البي اوفر تي البي ايش 16 ناقصا سمك هذا اخذنا القطر العرض الداخلي هذا منها تي وول تي وول اثنين وول على تي طلع هالقد. المحدد مالتها هو شو يقول لي 1.4 اي هذا اقل لو اكثر طلع هذه اقل من عندها. فمعناته هذا المقطع اللي هو ستيفند شو يعتبر؟ يعتبر نو سلندر مو نحيف. ليش؟ لانه البي اوفر تي اقل من المحدد مالها، يعني هاي اللامدا اقل من لامدا ار بالضبط، واضح ولا لا؟ فطلع هذا المقطع عباره عن نو سلندر مو نحيف. ونقدر نحسب ايضا من قيمه الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني ما اقدر احسب. ليش؟ لانه هو عباره عن شنو؟ مربع هذا البعد هسه البعد. زين هسه حسب الكي ال اوفر ار الكي ايش قيمته؟ الكي قيمتها واحد. ليش؟ لان سمبل سبورتد. الار ايش قد طوله؟ 18 هو منطينا 18 بالسؤال
ضربها في 12 انج، هذا تحويله من فوت الى انج على الار. الار طلعناه ايش قد قيمته من المانيوال من خلال البروبرتيز مال المقطع، طلعنا هاي كي اوفر ار هاي قيمته. هسه اجي اشيك كي اوفر ار ويا المحدد ويا هذه اقل ولا اذا اقل اروح احسب الاف الاستيك، الاستيك كريتيكال الاجهاد المرن الحرج. يا حسب يا معادله حسبت هاي المعادله، هاي المعادله اللي هي قلنا انه هذا المقطع دبل سيمتريك متناظر من الجهتين من الاكس اكسس ومن الواي اكسس، فنحسب الاف اي اللي هو الاستيك ستريس كريتيكال اجهاد الحرج المرن. حسبنا الاف اي، هسه طلع الاف كريتيكال. الاف كريتيكال هنا اكو كيو قلنا صح ولا بالمعادله، الكيو شو قيمته هنا؟ ما واحد ليش؟ لان يعني هذا المقطع طلع طلع نو سلندر مو نحيف، فقيمه كيو واحد ما بيها ريدكشن فاكتور. طلعت الاف كريتيكال. الاف كريتيكال شو اسوي؟ اضربها بالفاي وبعدين اضربها بالاريا، اضربها بالفاي بطريقه ال ار اف دي واضربها بالاريا، طلعت هذه اضربها بالاريا اطلع ال بي التيميت بطريقه ال ال ار اف دي. وهذه الافكتيكال اقسمها على 1.67 بطريقه الاي اس دي واضربها بالاريا واطلع القوه الالتيميت هاي بي التيميت. واضح ولا لا طلاب؟ نعم دكتور واضح واضح. زين هسه اروح على بالطريقه اللي قال لي احسبها بطريقه التيبل 4 4. هلا اسوي لكم شير، شير للتيبل 4 4 تيبل 4 4 تيبل بار 4 اي يعني صوت واضح. هذا شوف هسه المقطع مال 16 في 12 واضح واضح دكتور واضح 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 دكتور. الاف واي 46 المقطع 16 في 16 السمك هذا النصف اجي على هاي العمود واضح. هسه حددت هذا الجدول اللي اريده لانه 4 4 هواي جداول على الاف واي على بعد المقطع على السمك. هسه اروح على شنو الكي السطول سطول المنبر طول الفعال مو طول المنبر طول الفعال افكتيف دي ام اللي هو كي في الال الكي زي في واحد ما يخالف ما يخالف هو ده اقول طول الفعال نفس الطول طول الفعال واحد والطول الكي الفعال واحد والطول 18 فاروح على 18 هذا فاروح. اذا حددت يا عمود هذا العمود النصف هذا اذا هاي القيمتين والله هاي القيمتين هي هذا ال هذا البي التيميت هذا بطريقه الاي اس دي وهاي بطريقه ال هاي هاي القيمه وهاي القيمه اللي اريدها 721 بالاي اس دي و1080 بطريقه ال ال ار اف دي. هاي بس طلعنا القوه هاي رسم الجدول رسم يعطيك القوه البي التيميت. اكو سؤال طلاب؟ زين فطلعت هاي قيمته هاي هاي بطريقه التيبل واضح ولا لا؟ هاي بالتيبل وهذه بالمعادلات. اكو سؤال ولا لا؟ نروح على مثال اخر. لا سر دكتور بالامتحان امتحان تقول لنا اذا بمعادله لو بالتيبل. طبعا طبعا يقول لك بالتيبل بالمعادله بالتيبل لا بالتيبل اسهل والله دكتور. ايه اشكرك. هاي اخر شوي اليوم شوي تعبانه فهذا اخر مثال نكمل على المحاضره القادمه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بتير من حد بس تفضلي يلا الدكتور بس على مود ان شاء الله اليوم لو باكر تنزلنا التيبلات على مود نسحبهن. لا هسه هسه تنزل بس الرابع بس الرابع ايش ان شاء الله. Determine the LRFD design strength حدد المقاومه بطريقه ال LRFD اللي هي 5CPN وبطريقه ال ASD for the axially loaded column. اكسيالي لودد كولوم يعني هذا العمود محمل حمل محوري اكسيالي لودد كما موضح بالشكل هذا 5 6
هنا الكي ال هنا هو مطيق راس الطول الفعال كي ال 19، يعني ما قال لك طوله هل قال وانت وهي شيء شكل نوع التثبيت مال الكولوم على متحسب كي ال، هو مطيق اياه راس. ومنطيك الاف واي انت 50، هاي الاف واي واضح؟ فالكي ال منطينا اياه والاف واي. شكل المقطع هذا شكل الكولوم هذا، هذا كانه دعين عين التوب فيو، توب فيو من الاعلى على المقطع مالتنا. شنو المقطع مالتنا عباره عن؟ عباره عن هذا شانل وشانل اخر واضح؟ هذا العمود، شكل العمود سويه وثبت هذا شكل العمود العينه من الاعلى توب فيو. صحيح. نجي هسه نريد نطلعه نحسبه بطريقه المعادلات، بطريقه المعادلات نحدد اعلى قوه يتحمل هذا العمود بطريق بالال ار اف دي ولا اي اس دي. زين احنا هنا منطينا نوع الشانل، الشانل هو عباره عن الام سي 18 في 140.7، هاي 18 شنو تذكرون ولا مال الشانل؟ هذا العمق مال الشانل دي صح ولا لا؟ وهذا وزن الشانل للفوت الواحد بالباوند صح ولا لا؟ من قلنا يجي الرقمين، هذا العمق وهذا الوزن. فمن هذه القيمتين اروح المن اروح نوع الشانل ام سي، اروح على التيبل مال التيبل مال البارت رقم واحد، اطلع منها من خلالها اطلع الابعاد دايمنشنز والبروبرتيز. الدايمنشنز شنو هي؟ الاي دي عمق المقطع هذا الشانل، الاي اكس والاي واي هاي بروبرتيز، الاكس بار هو عباره عن سنترويد مال شكل مركز الشكل واضح طلعناه. زين هذا شنو هذا شنو هنا شنو هذا؟ هذا البيتش، البيتش يعطيك اياه يعطيك بس معلومه واحده بي يعطيك هذا. استاذ العفو ممكن سؤال؟ سموك عرض البيتش. نعم سؤال استاذ ممكن؟ تفضل استاذ. بخصوص العمق اللي هي ام سي 18، يعني على وضع الرسم هذا من الاسفل للاعلى لو من اليسار لليمين العمق مال الشانل؟ لا عمق الشانل هذا هذا عمق الشانل يعني مال ويب، مال ويب هذا الويب. هذا واضح استاذ شوف واضح استاذ شوف ويب البيتش يعطيك اياه يعطيك اياه سمك بعرض سمك تي مال ويب العفو مو الويب البليت البليت يعطيك اياه قيمتين سمك وعرض، هذا السمك مال تي ويب سمك البيتا هذه اللي من هنا هاي سمك البيتا وعرض البيتا 20 انش. هسه نطلع المساحة الكلية للمقطع، المقطع عندي شنو هو؟ هذا كله مقطع هذا بالضبط، هذا المقطع يبدي من هنا هذا هذا المقطع، هذا لازم نطلع المساحة الكلية مالته كلها. هذا المساحة الكلية شنو هو؟ عبارة عن عندي تو شانل وبليت، مساحة شانلين زائدا مساحة البليت، البليت شنو مساحته؟ السمك في العرض اللي نصف هاي، شوف هاي اي جروس المساحة الكلية 20 عرض البليت في نصف زائدا 2 شانلين في مساحة الشانل، مساحة الشانل مين اجيبها؟ اجيبها من الجداول واضح؟ هاي المساحة الكلية لمقطع العمود. ترى اسئلة مهمة جدا هذه، ما هيش اسئلة تجي، هاي المساحة الكلية لمقطع العمود. هسه شو اريد؟ اريد اطلع مركز السنتر مال العمود، هاي ماخذين انتو لازم بصف يمكن الثاني وبالثالث العام اخذتوه بالمومنت بالكونكريت لما نطلع السنتر على مطلع المومنت اوف انرشيا صح ولا لا؟ شو اطلع المومنت اوف انرشيا؟ اطلع المركز مال العمود مال الشكل، بعدين من المركز اطلع المومنت سنتر مال الشكل صح ولا لا؟ فشلون اطلع السنتر مال هالشكل؟ اخذ عزوم المساحات حول هذا المحور، هذا المحور اخذ عزم المساحه صح ولا لا؟ تذكروها ولا لا؟ عزم المساحه شو يسوي لنا؟ مساحه هذا البليت، البليت ايش مساحتها؟ مساحتها نصف في 10 في 20 10 في مركز مال هالمحور من المركز نصف السمك البليته اي بالضبط هاي حول هالمحور، ف10 في من مركز البليته
للمحور هذا اذا اخذ به العزم، فيصير 10 في المركز هذا هي نصف في ربع يصير هذا. مساحه البيئه في بعدها عن هذا المحور اللي هي بعدها من المركز ربع صح ولا لا، زائدا مساحه هذا الشانل في بعد المركز مالته بعد مركز الشانل عن المحور هذا. مساحه الشانل ايش قد هذا مساحه الشانل؟ انتبه لي 12.6. بعد ايش قد العمق مالته؟ ايش قد الشانل عمق مالته؟ الشانل 18. مركز ايش قد يصير بالنص صح ولا لا؟ مركزه بالنص 9. وعدي هنا نص يصير بعد ايش قد من هنا على هذا المحور يصير 9.5. شوف مساحه الشانل في بعده عن المحور ده اخذ به عدد المساحات 9.5 في 2 اللي عندي هنا وين 9 وربع استاذ العفو 9.5 ليش وربع ونص 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 البليته كلها اخي هو الشانل مركزه 9 واكو بليته امين هنا النص فمركز الشانل 9 زائد النص مال البليته 9.5 واضح ف 9.5 في شانلين تقسيم على المساحة الكلية نطلع هو نطلع شنو مركز الشكل فطلعنا مركز الشكل اللي هو هذا هنا هذا مركز الشكل اللي هو واي بار هذا سنتر مال الشكل هسه شو اطلع اطلع المومنت اوف انرشيا بهذا المركز حول هذا المحور اطلع المومنت اوف انرشيا حول هذا المحور هذا الغرض من السنتر اطلع المومنت اوف انرشيا هسه الاي اكس الاي اكس حول محور اكس اكسس يعني معناته حول محور اكس اكسس عندي 2 شانل هذا 2 شانل الاي اكس مال الشانل الواحد هذا مين طلعته هذا طلعته من الجداول قيمته 554 زائدا هذا انتبه لي بس انتبه شويه هذا الاي اكس اللي طلعته لما يكون شانل واحده ما عنده كل شيء هذا محور الاكس بالنص مالته صح ولا لا فاني هذا اللي يعطيني اياه بالجدول هو قيمه المومنت اوف انرشيا حول محور الاكس مالته السنتر مالته باعتبار هسه اختلف السنتر فاطلع عمليه النقل زائدا النقل شنو هو الاريا في مربع المسافه واضح الاريا في مربع المسافه في مربع المسافه هاي مال انقله لا انقل المومنت اوف انرشيا الى محور اكس اكسس فعندي انا 2 قطعتين شانلين الاريا في مربع المسافه المسافه ايش قد عندي السنتر مال الشكل ايش قد 9.5 ناقصا هاي المسافه هذا السنتر مالته هنا 9.5 راحت هاي المسافه فاطلع اني هاي المسافه من هنا لهنا دا انقل المومنت اوف انرشيا من هاي الى هذا المحور فانا اللي عندي المومنت اوف انرشيا هنا دا نقله الى هذا المحور المسافه الجديده يصير 9.5 ناقصا الواي بار اللي سنتر الشكل اللي اريده انا هذا خلصنا مال شنو المومنت اوف انرشيا مال الشانلات هسه مال البليت المومنت اوف انرشيا هو بي اتش تكعيب على 12 بي على البي هذا البي بي 20 الاتش مالته نصف تكعيب على 12 هذا اذا كان بالسنتر مالته وانا دارد نقله الى محور اكس اكسس فالنقل مالته شو يسوي لنا الاريا في مربع المسافه الاريا ايش قد مالت البليت هي 10 20 في نصف هاي 10 في مربع المسافه المسافه ايش قد يصير المسافه بين من مركز الشكل هاي السنتر مال الشكل الى هذا المحور المحور قد السنتر قد قيمته 8.7 عفوا 6.87 ناقصا مركز الشكل اللي هو مركز البليت ربع صح ولا لا من مركز البليت الى المحور اللي ما سنترويد واضح لا يا طلاب شلون طلاب واضح دكتور هذا طلعني مو اوف انرشيا باتجاه الاكس اكسس باتجاه محور اكس واطلع المومنت اوف انرشيا باتجاه محور واي الاي واي هذا
هاي الاي واي هنا انا اشوف الشانلات هاي 13 باتجاه ومال محور مال البليت همين السنتر نفسه. ليش؟ لانه بالضبط هذا المنتظم دكتور. لانه بس شوي طلاب شوي وياي، لانه الشكل هذا الشكل متناظر حول يا محور، حول المحور واي متناظر. لو ما اطبقه منه انا اطبقه منه هذا الشكل يشبه هذا الشكل، فنفس الشيء يصير. فاثنين في الشانلات زائد اثنين في 12.6 ناقل مالتهم، وهذا مال ايري. هسه شنو نطلع؟ اريد الار اكس. تذكرون ذيك المحاضره الار اكس شنو قلنا؟ الار عباره عن جذر اي على اريا. الار اذا ما موجوده بالبروبرتيز مال مقطع قلنا نطلعها نحسبها من خلال جذر مومنت اوف انرشيا على الاريا. هسه مومنت اوف انرشيا طلعناها باتجاه الاكس اكسس هاي، وبالواي اكسس هذه قيمه المومنت اوف انرشيا، نقسمها على الاريا ناخذ الاقل. فالار اكس هذه والار واي هذه، فناخذ هذا ناخذ الاقل. واضح ولا لا؟ ناخذ الاقل، طلع كي ال اوفر ار وكي ال اوفر ار واي طلعنا الاقل. زين هسه عندي الكي ال اوفر ار موجوده، اقدر اروح تيبل 22. تيبل 22 قلنا هذا يعتمد على قيمه الكي ال اوفر ار لكل الاشكال. هذا شيء طلع لنا هذا تيبل طلع لنا اف كريتيكال، صح ولا؟ قلنا طلع لنا الجهاد الحرج. فمن خلال هالقيمه اروح للتيبل ايش عندنا؟ الاف واي، الاف واي معطينا اياه هو بالسؤال 50، وعندنا كي ال اوفر ار طلعناها. اروح على التيبل 22 اطلع قيمه الفاي سب سي اف سي ار اللي هذا مال ال ار اف دي، واطلع ال مال هاي اي اس دي. اضرب هاي القيمه هاي مفكتر راسا اضربها اما بالاريا اطلع ال بي التيميت مال ال ار اف دي، واضرب الاريا اطلع ال بي التيميت مال اي اس دي. واضح الله دكتور؟ تسمح لي؟ تفضل. الار واي هي نفسها راديوس اوف جايريشن؟ نعم، هو هو الار واي هو الراديوس اوف جايريشن اللي هو النصف باتجاه الاكس اكسس باتجاه الواي اكسس، لان على المحورين. اي القانون مالته مو تحت الجذر اي اكس اوفر اي واي، اي اكس قسمن بعدين على المساحه. الار هو الراديوس اوف جايريشن هو عباره عن تحت الجذر الاي اكس اوفر اي واي. لا، اي اكس على الاريا هذا الار اكس، ماكو شيء قانون. والار واي هو عباره عن تحت الجذر اي واي حول محور واي على الاريا، في نفس الاريا عندنا قيمتين للار اكس باتجاه الاكس اكسس وباتجاه الواي اكسس على الاريا الكليه مال الشكل كله. الاريا مال الشكل كله، اي نعم، على الاريا الاي اكس الموت اوف اير شيء باتجاه الاكس اكسس للشكل كله على الاريا كلها. ماشي دكتور. بس اكو سؤال طلاب؟